حياكم الله اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقات برنامجكم برنامج ديوان الصحافه اللي من خلاله نقوم بقراءة ابرز عناوين الصحف الصادره ليوم الجمعه. اليوم اعزائي المشاهدين تراس صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء على خلفيه احداث ما حدث في ساحه الاراده من اعتداء صارخ اعزائي المشاهدين على رجال الامن واقتحام لمجلس الأمة وصدرت أوامر أميرية لوزارة الداخلية والحرس الوطني باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لحفظ الأمن في البلاد هذا أعزائي المشاهدين كل صحفنا المحلية ركزت على هذا الاجتماع نروح أعزائي المشاهدين إلى صحفنا المحلية ونشوف تناولها لهذه القضية نبدأ في جريدة الشاهد أعزائي المشاهدين كما تشاهدون خلفي الأمير لن تكون الكويت لن تكون الكويت ساحه للفوضى والتخريب والعبث، هذا العنوان الرئيسي اعزائي المشاهدين في جريده الشاهد، خنشوف باقي العناوين. سموه تراس اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء مؤكدا ان المظاهر العبثيه ستواجه بلا تهاون، الاعتداء على بيت الامه مساس بالثوابت وتهديد للامن والنظام. لن نسمح باستخدام اجواء الحريه والديمقراطيه لتحقيق مارب مشبوهه. كلفنا الداخليه والحرس الوطني بحفظ النظام وتطبيق القانون بكل حزم. المباحث ضبطت ثمن مقتحمين وتلاحق اصحاب البصمات. نواب معارضون قرروا ترك الكتله احتجاجا على الشغب. الوحده الدستوريه نطالب باجراءات قانونيه رادعه الوطني اقتحام المجلس عبث وتدمير للبلد الاعلام اجراءات مشدده ضد مخالفي المرئي والمطبوعات الخرافه الطمانه على صحه احد مصابي حرس المجلس الفهد زار مصابي الشرطه اصابه خمس رجال امن وعنصر حرس وطني الفيلي مجلس الامه ليس مكانا للحركات الصبيانيه. سبع نواب شاركوا في اقتحام قاعه عبد الله السالم والخبر الاخير اعزائي المشاهدين في جريده الشاهد نائب عرقله كشف تجنيس العسكريين البدون. هذه تقريبا اعزائي المشاهدين اهم اخبار جريده الشاهد اليوم الجمعه. ننتقل الحين اعزائي المشاهدين الى جريده الانباء، وجريده الانباء كما تشاهدون اعزائي المشاهدين العنوان الرئيسي الامير لا تهاون والكويت لن تكون ساحه للفوضى لتحقيق مارب مشبوهه. هذا العنوان الرئيسي اعزائي المشاهدين في الانباء، خلينا نشوف باقي العناوين. صاحب السمو تراس اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء. صاحب السمو امر بمنح الداخليه والحرس الوطني جميع الصلاحيات لاتخاذ الاجراءات لحفظ النظام ومواجهه كل ما يمس امن البلاد العمل الوطني على النواب المشاركين بهذا الفعل الفاضح الاعتذار للشعب الغرار السياسي وتز وتزور الاراده والدستوريه بالمجلس مصادر حكوميه للانباء الحكومه مستمره ولا حل لمجلس الامه الا بانقضاء مدته. الهارون ينفي ما تردد عن استقالته وسائل اعلام المخالفه الى النيابه. القانون يطبق على النواب والمواطنين المقتحمين. النشمي ليس من حق المواطنين اقتحام المجلس. المجلس يتخذ اجراءات قانونيه والمعارضه تحمل قوات الامن اسباب الاقتحام. الحرس في الحاله العسكريه رقم واحد، الداخليه رجالنا لم يبادروا بالاعتداء. فريق من امن الدوله والجنائيه لضبط المتهمين. هذه اعزائي المشاهدين ابرز عناوين جريده الانباء ومثل ما شفتوا اعزائي المشاهدين صحفنا المحليه كلها تقريبا ركزت على احداث يعني الاحداث المؤسفه في ساحه الاراده ننتقل الحين اعزائي المشاهدين الى جريده الراي وجريده الراي اعزائي المشاهدين عنوان الرئيسي من كلمتين كما تشاهدون الامير امر هذا العنوان الرئيسي في جريده الراي خلينا نشوف باقي العناوين على وزاره الداخليه والحرس الوطني اتخاذ الاجراءات الكفيله بمواجهه كل ما يمس امن البلاد لن نسمح بتلويث أجواء الحرية والديمقراطية والكويت لن تكون ساحة للفوضى وسنواجه بلا تهاون استهداف بيت الأمة انتهاك حرمته مساس بالثوابت وخطوة غير مسبوغة على طريق الفوضى الوطن يعتذر للشعب الكويتي استنكرت العمل المشين ودرس الأربعاء فرز مواقف النواب كتله المقاطعه سنتصدى لاي عبث سياسي حكومي ونحذر من الدوله البوليسيه العمير الخبير الدستوري اكد ان احكام القانون الجزائي ستطبق على النواب المقتحمين للمجلس دويسان يصف ما حدث بالانقلاب ومخلد يستعير لفظ البلطجيه وهايف لا يؤيد دخول القاعه طبائع اعتصامنا في ساحه الاراده سيكون متواصلا ربما نبداه اليوم البراك هذا مجلسنا بالامس كانت خطوه وغدا خطوات علام الكندري للراي العثور على زجاجه خمر في سياره سكرتير نائب رولا والمسلم والنيه والغلاس الجنائيه رفعت البصمات احاله وسائل الاعلام المخالفه الى النيابه الداخليه احالت متظاهرين الى امن الدوله وضابطا في الدفاع الى الشرطه العسكريه هذه تقريبا اعزائي المشاهدين ابرز عناوين جريده الرأي اليوم الجمعه ننتقل الحين اعزائي المشاهدين الى جريده القبس وجريده القبس اعزائي المشاهدين عنوانها الرئيسي الامير الكويت لن تكون ساحه للفوضى والتخريب هذا العنوان الرئيسي اعزائي المشاهدين في جريده القبس وكل صحفنا المحليه اعزائي المشاهدين عناوينها اليوم متشابهه خلينا نروح نشوف باقي عناوين جريده القبس اوامر للداخليه والحرس بالحزم انتهاك حرمه بيت الامه مساس بالثوابت وتهديد للنظام العام مجلس الوزراء اجراءات للتعامل مع الاعلام المحرض وملاحقه مقتحمي المجلس مكتب المجلس الاجراءات القانونيه بحق المقتحمين ستشمل النواب الوطني من يزرع الريح لا يجني الا العاصفه حجز, حجز ثمان مواطنين من المتورطين في الاقتحام هذه تقريبا اعزائي المشاهدين ابرز عناوين جريده القبس ليوم الجمعه ننتقل معكم اعزائي المشاهدين الحين الى جريده النهار وجريده النهار اعزائي المشاهدين عنوانها الامير لن اسمح بالفوضى هذا العنوان الرئيسي اعزائي المشاهدين في جريده النهار خلينا نشوف باقي العناوين سموه امر وزاره الداخليه والحرس الوطني باتخاذ الاجراءات الكفيله بمواجهه كل ما يمس امن الكويت النهج الفوضوي وتعريض الامن للخطر وانتهاك حرمه بيت الامه مساس بالثوابت الكويتيه لا تهاون وسنواجه المظاهر العبثيه ولن نقبل بالانفلات وتهديد الاستقرار والامن العام لن نسمح بتلويث اجواء الحريه والديمقراطيه او استخدامها لمارب مشبوهه اعاده النظر في التجمعات رفض نيابي عارم للعمل المشين تكثيف الحمايه البرلمانيه والوزارات وتقليض العقوبات بحق المعتدين على رجال الامن واملاك الدوله قانونيون الحصانه سقطت عن النواب المقتحمين اصابه خمس رجال امن وعنصر من الحرس الوطني رفع 200 بصمه واستدعاء اصحابها بدءا من اليوم. هذه تقريبا اعزائي المشاهدين ابرز عناوين جريده النهار اليوم الجمعه. ننتقل الحين اعزائي المشاهدين الى جريده عالم اليوم، جريده عالم اليوم اعزائي المشاهدين عنوانها الرئيسي الامير لن نسمح بتك بتلوث الديمقراطيه. هذا العنوان الرئيسي اعزائي المشاهدين في جريده عالم اليوم، خلينا نشوف باقي العناوين. سموه كلف مجلس الوزراء والداخليه والجهات المعنيه باتخاذ الاجراءات القانونيه ازاء ما حدث الاربعاء سنواجه الانفلات ولن تكون الكويت ساحه للفوضى والتخريب والعبث المبرمج لمارب مشبوهه الراشد الامير امر الداخليه والحرس الوطني بمواجهه كل ما يمس امن الكويت لضمان استتاب الامن والقانون. المعارضه سنقاوم ولن تخيفنا التهديدات الحكوميه مستمرون في دعم القوى الشبابيه لمواجهه الانتهاكات والاثام الخطيره. نرفض محاولات التركيز على حدث دخول مجلس الامه وتجاوز اسبابه. لولا لطف, لطف الله ولجوء الشعب إلى مجلس الأمة لوقع لو ما لا, ما لا تحمد عقباه البراك انطلاقة حقيقية لانتزاع المجلس من القبيضة والحكومة من المحمد المسلم لعالم اليوم مكتب البصيري, مكتب البصيري سليم وخسائر الاقتحام إقلاص مكسور الطبطبائي مجلسنا مجرد طوفة وخسائر الاقتحام إقلاص مكتب المجلس لا حل للمجلس وسنغاضي النواب المقتحمين الادله الجنائيه عاينت القاعه ورفعت البصمات هايف دخلنا المجلس لحمايه القاعه هذه تقريبا اعزائي المشاهدين ابرز عناوين جريده عالم اليوم ليوم الجمعه ننتقل الحين اعزائي المشاهدين الى جريده المستقبل وجريده المستقبل اعزائي المشاهدين عنوانها الرئيسي الامير نهج الفوضى وانتهاك حرمة الأمة مساس بالثوابت الكويتية هو خطوة غير مسبوقة على طريق الانفلات وتهديد الأمن والاستقرار هذا العنوان الرئيسي أعزائي المشاهدين لجريدة المستقبل نشوف باقي العناوين سموه كلف الداخلية والحرس الوطني باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة كل ما يمس أمن البلاد واستقرارها وتزويدهم بكافه الصلاحيات لاستتاب الامن وتطبيق القانون. اجواء الحريه والديمقراطيه التي ننعم بها لن يسمح بتلويثها واستخدامها لتحقيق مارب مشبوهه. لا تهاون او تراخي تجاه العبث بالكويت ولن نسمح بان تتحول الى ساحه للفوضى. سموه عبر عن عميق الاسف والقلق والاستياء ازاء التصرفات العبثيه غير المعهوده والتي يرفضها اهل الكويت جميعا على الجميع ان يغرى بعين العقل والحكمه تجارب الغير والاعتبار بها ولنعمل جميعا لصيانه امن الكويت التي لن نجد لها مثيلا المعارضه استمرار الدعم للشباب المستقبل ترصد ردود افعال النواب والسياسيين ومؤسسات المجتمع المدني البراك لا يجوز ان يؤول الراشد كلام الامير الا باذن خطي الشمالي للمستقبل زياده الرواتب جاهزه بدايه الاسبوع القادم 200 دينار لزياده القطاع الخاص اشاعه تشمل الموظفين والمتقاعدين والقطاع الخاص هذه تقريبا اعزائي المشاهدين ابرز عناوين جريده المستقبل ليوم الجمعه. هذه هذه صحفنا المحليه اعزائي المشاهدين ومثل ما شفتوا كان التركيز يعني تركيز كل صفحات المحليه اليوم على احداث ساحه الاراده اعزائي المشاهدين وعلى كلمات صاحب السمو امير البلاد في اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي اليوم. هذه تقريبا صحفنا المحلية قرأناها لكم ولكن سنحللها مع ضيفنا بعد فاصل قصير فابقوا معنا <applause> حياكم الله اعزائي المشاهدين مجددا يشاركني الحوار لهذه الليله الكاتب في جريده الانباء الاستاذ علي